راسي وين انا؟ في النوم يا مو. والله شغلتي بقى عليكي. ليش راسي تعلان وعيوني مغبشة؟ الله لا يعيد عليكي، طبشتي مسيبة على راسك ايش طبشي، وإلك يومين نايمة كفف. وليش تركيني لهلا متفوسة؟ مو بتعرفوا عندي مدرسة؟ مدرسة؟ مدرسة ايش خيتو؟ مدرسة عليا. ايه؟ بعدين منو انت؟ ايش عتسيب حوشنا؟ وين امي؟ لك وين الخبرتي؟ ليش تركيني مع رجال غريب؟ ما عدتيني ما عرفتيني؟ يا ولي من وين ما عدو كمان؟ تخيل يكون مخربط داخل على غير حوش. الله اكبر عليكي، لك انا جوزك ابو عبدو. جوزي؟ طلع من هون! طلع قبل ما انا عم الصوت الم عليك صوت جنون كلها. يا ولي في وحده اثنين عزبت شيء متجوزه؟ لك بتريدي اضج لك كمان اني جوزك وانه 40 سنه عم نلف بعضنا وننام؟ قرب ليمي اترى، ما عم بطسك من بعيد. قربت شو في بحل اشعي انا ولا ايه؟ عاوز بلمشي طار رجيم الله اكبر. ايش هالمنظر؟ يا ايش قدها كبير جمه. ليكون خيطفني وناويلي على مية. تخيلك يا عمو، تخيلك لا تقضي على مستقبلي، حسبني بنت من بناتك. بنت من بناتي؟ ليش قد عمرك يا مو؟ 16 ودايرة بال 17. صغر والله. خيي مشان ما يصير كذب، 18 ودايرة بال 19، برغب بالزواج من شاب مقتدر، لأن شامم هوا ما اترم كما بقولوا. لك إيه 17 وإنه 19، وين أكلك علي 40 سنة؟ أجيب لك المراية تشوفي مين كبير من بيناتنا. تعال هون لا تشرني لحالي. خليني افهم منك. يعني فضلت يعني جوزك؟ والله ما عم بتذكر انه انا تزوجت بزماني، قطعت حالي على الجازه نعم، عملت كومت قريوات نعم، بس لهني بتذكر ماني شي الحال. يعني اخر شي بتذكره طلعت من الحمام امي ضفرت لي شعري وقالت لي هي شايله بليله. والله استجب لك وجيت جنتك انا بليله ما فيها ضوء قمر. طبعا ما فيها ضوء قمر، اكيد انا كنت القمر بهذيك الليله. هيئتك كثير صح صحيح. الله يسامحك يا ايوب، الله يسامحك شلون فرطت فيني، جوزتني لواحد مهر كتي. مهر هيك؟ ويا بتذبلش لما اخذتك كنت هيك؟ لك ايش كنت لما اخذتني ايوب رجلي عبازه ماني؟ احلى، كنت لما اششور شعري والبس بطرون شلصته وامشي صباط كعبه الفنجان يبقوا بنات حاره عم سطروا لي من الاسطحة. نعم بوقت توفات هيك انا؟ كثير. فين عملتوا لي عرسي؟ عملنا لك يا امي عملت لك يا بقهوه البرتقال. ايش لبستني مليك؟ ليك ايش الله ذكرني بتذكر مبرومه نص كيلو مصحف باب صدرك ويمكن على ماء اسكور اربع جوال سنارات عندي. يي وين هدول هلا على ماء اسكور؟ عادي ما في شيء عم خشخش بايدي، ليكون انك كانت مستعده وشلحتوني اياهم بعد العرس. اعوذ بالله ما شلحناك اياهم كلهم نص بنص يعني. ان شاء الله عشت انا معك مبسوطه، سيادني مهنيني ماني كنت؟ لك الناس تحسبنا على حياتنا، بدنا متفاهمين وقلبنا على بعض. كون من اخلاقي كويسه. شو هيك؟ الله اكبر. يا لطيف يا لطيف السير برا. يا لطيف يا لطيف يا لطيف سكر الشباك. لك مو خلصت حرب تشرين؟ كني ردوا هجموا علينا؟ ايه خلصت دول طواب العيد لا تشغلي بالك. شفت شلون انت واحد كذاب؟ ليش؟ بس امي ما صار لها شهر رجعاني من الحج، باين عيد هيدا. عمو صراحة انا ماني مستمتع شغلتك طاول، وريدي اولول يعني بس وامالي قلبك مهدود حيلي. والله شيطاني. طب انا ما اتذكر فيني بلعناها، اولادك سته كمان سيتيون؟ ايه انا جايبه ست اولاد؟ ايه نوالي وسعاد وضحوي. يلي على راسي ان شاء الله كلهم مجوزات. ايه وعندك نص طاقم قصره وكناين. شي كويس؟ سوء معاملة. لك قلب لي هالسيره، هلا بكون ذاكرتي عم تشاور على ترجع بتبطل. لا لا بنقلبها دخيلك ترجع. قل لي لا شوف الكرتون عبد حليم حافظ لساتهم عايشين؟ عايش حبايبك. يا ماشي وعظامهم صارت مكاحل. يا صدعتني، نعم بطلتوا تسمعوا الاطلال؟ بطلنا نسمع الاطلال، صرنا نشوف اشوف هلا. اي لك ايش عم تسمعوا هلا ناني؟ عارف كان كنتوا سهرانين هيك بدك كيفوا؟ هلا بهالايام نسمع طخطخ ودجدج وبوم بوم. وبه ما حبيت السهرات تطوش الراس. سهراتك كانت هيك احلى واروع. ايه يا حيف. يا حيف هذيك الايام بس. عم بقول قل لي ان شاء الله تحسنت احوال بلدنا، يعني صرنا مثل خلق الناس. يعني الله اذا طلعت لي هيك طلعه بلاقي شيء مغير علي؟ من الناحيه ما طفك شيء طاوي. صحيح. ما تركتي ايام حرب تشرين تلاقيها هلا وعلى اخرب. يي يعني لساتها مخروبه من هذيك الايام؟ عم اقول لك على اخرب. انا حلب ان شاء الله ما حكينا شيء. مجروحه يا معبده. ياي والجامع الكبير سوق المدينه لا تقول لي حدا سطعون. عم بينازعوا. وبتقشك كبير وبومه كمان ما سمعت منك شغله تشهيلي ترجع ذاكرتي. ولك ما بشي بشهيل غير انا. انت؟ ايه انا. قوم عم اقوم. قوم كسر خليني البس اعمل لي سندويشه واروح على مدرستي، هلا بتستعوقني فيتي صباح. اي والله
اي والله يا عمو، قديش هيك انزل على خوشي تكون هلا مرتي استعوقتني. ابو عبده شو؟ تعال هون. اوف عاد صحينا. هلا بيت اتذكرك. لا يا مو، لا الله خاطرك تستعوني. يلا خاطرك عمو سلمي على بابا وعلى ماما. تعال هون عم بمزح. اسمك مين؟ ما بتتحمل مزح؟ طول ما بتحمل مزح صرت ايه المزح هيك. قل لي يا شو حبيتي وانا بال 16 سنه؟ غرف قلبي عليكي. بدك تقبضني ان شاء الله، لكن لو قلت لي صباح تروح على المدرسه يا حالي، يوم ماني رايحه، مشان عمرك اسليك يا عمو.